تمكنت فرقة البحث والتدخل بيري بأم البواقي في عملية نوعية، وعلى إثر معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بتسليم مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور لأحد الأشخاص، على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية تم من خلالها الترصد للمشتبه فيهم وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة. وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزة أحدهما على مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يفوق 54 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري.